وعشان هيك احنا بنآمن بالثالوث، لانه الايمان باله احادي لا يعني شيء، بالعكس يتناقض يعني مع نفس الفكره. الله اذا لما بنقول الله محبه كان يحب مين؟ اذا هو احتاج ان يخلق حتى يحب، فبالتالي كانت صفاته غير فاعله وصفاته ناقصه. لكن احنا بنعرف ان الله كائن يعني لا يحتاج اي خليقه، هو لوحده كائن قائم بذاته. لكن انه نقول ان الله واحد احادي، فكان يتكلم مع مين؟ اذا الله يتحدث فهو يتكلم ويسمع، كان يتكلم مع مين؟ فهي الامور لا يمكن فهمها الا من خلال الثالوث. عشان هيك لما نسمع الاخوه المسلمين يقولوا انه انتم ما بتامنوا باله واحد، لا احنا بنامن في اله واحد، لكن احاديته هاي او وحدانيه، خلينا نقول بال يعني تعبير الادق، وحدانيه الله لا تعني انه هو وحيد واحادي، لكن هو في الاقانيم. مش وحدانيه مجرده بسيطه، لكنها وحدانيه جامعه ومانعه في نفس الوقت.